اي نعم، لما توصل درجة الحرارة أقل من 18 درجة يبند المكيف بشكل تلقائي. ليش؟ لأن جهاز الـ IR اللي عندنا مزود بسنسرات تقيس درجة الحرارة والرطوبة، وبناء عليه راح يعطي إشارات للمكيف عشان يشتغل أو يبند. مثل ما نشوف من خلال التطبيق، إذا كانت درجة الحرارة أقل من 18 راح يبند المكيف، وإذا كانت درجة الحرارة أكثر من 30 راح يشتغل المكيف. أيضا الجهاز نفسه تقدر تستخدمه عشان تتحكم في المكيف، التلفاز، الريسيفر، إضاءة الجبس ومنقل الهواء وغيرها من أجهزة، كلها في تطبيق واحد في تلفونك تتحكم فيهم من أي مكان. كل اللي عليك تطلب الجهاز وراح تقدر تتحكم في أجهزة المنزل بالتلفون.